هيا تطلع مش حتى الان ما تمش اي معلومه هل انه سيقع مواصله المباراه ام لا، لكن على الاقل في هذه الظروف لا ندري ان كانت قرار مواصله المباراه بالحاله اللي فيها الساله كما قاعدين تشوفوا، حاله مزريه، حاله كارثيه بعد تهشيم للكراسي، حتى ارضيه الميدان الان وقع يعني معش تسييقها كيش نقول، وبالاشياء اللي وقع يعني رميناها على السلالة، فبالتالي ما نصورش كل اخرج عيقار مريك 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 خليه يموت. Thank you.
Thank you.